وإذا بالحبيب محمد يقول لجرير البشري: يا جرير استنصف الناس أيواهم أن ينصفوا. إذا هناك بلاء إسلامي خطير يتوجه به الرسول إلى جميع المجتمعين فيقول لهم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا إله إلا الله. كأنك يا سيدي تستشف الغيوب، كأنك تنظر من وراء الحجب فترى أن المسلمين سيقتل بعضهم بعضا. الحرب الدائرة الآن على قدم وساق بين العراق العميل، بين العراق العميل لأمريكا. أمريكا لا تنسى رجال سفارتها في إيران، ولا بد أن يدفع إيران الثمن غاليا، يدفع ثمن الرحائم غاليا. فكيف تسمع أمريكا لتدفع إيران الثمن غاليا؟ هل تهاجمها؟ لقد هاجمت أمريكا إيران ولكنها فشلت، سقطت الطائرات ليلا. أهل إيران نائمون ولكن الله لا تأخذه سنة ولا نوم. فقوات أمريكا الخاصة، رجال الكوماندوز ركبوا الطائرات بعدما مكث كارتر طوال سنة كاملة يعد في هذا الهجوم، ولكن الله خير كيف. فسقطت الطائرات ليلا، فتاح الله من حيث لم يحتسبوا. سقطت الطائرات، فهل تنام امريكا؟ هل تنام امريكا عن جواسيسها في ايران؟ لا لا، ان الحرب بين امريكا وايران ليست حربا سياسية، ومن قال انها حرب سياسية فانه لا يدري في مجريات الاحداث سيئة. الحرب بين امريكا وبين ايران حرب عقيدة. يقول تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فماذا تفعل أمريكا؟ أتدخل هي بالأساطيل إيرانا؟ لا، إن هذا العمل سيثير مشاعر المسلمين ضدها. إذا فماذا تفعل؟ هناك كلب من كلاب فيضها يريد ان ياخذ مكانه الشاه الخليع، فامريكا تجنده وتجند جيشه ليخلق الحرث والنسل ويقتل الابرياء بالالوح وتسيل الدماء، وامريكا تصل من عليائها. امريكا لها مخالب خط، لها عملاء. صدام الذي يقول ان اهل ايران قرص ومجوس، لا والله، ان اهل ايران مسلمون موحدون بالله، دخلوا الاسلام في عهد الفاروق عمر بن الخطاب، دخلوا الاسلام، ومنهم ابو حنيفة النعمان بن ثابت، ومنهم علماء المسلمين، ومن اهل ايران الامام الغزالي رضي الله تبارك وتعالى عنه من اصفهان، صاحب كتاب الاحياء، ومن لم يقرأ كتاب الاحياء فليس من الاحياء. منهم الامام الغزالي، ومنهم عباقعة اللغة والتفسير والحديث. يا رأس النفاق والعمالة، كيف ترميهم بانهم مجوس؟